حي الله بوتيكات. يا مرحبتين، اهلا وسهلا فيكم. هلا فيكم، مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم يا بنتي، اهلا وسهلا وشرفتونا. السينما ولا المسرحيات؟ والله السينما. مطبق زبيدي ولا هامور؟ الهامور اكيد. رشوش ولا بخور؟ ما سمعتك. رشوش ولا بخور؟ مينهم مع بعض عشان تفوح الريحه. مموش ولا مربين؟ المموش يصير مربين. تحب تطبخ بروحك ولا احد يكون حواليك؟ لازم احد حوالي عشان استانس. غدا ولا عشاء؟ غدا وعشاء كله عندي كله واحد. الاعراس الجديده ولا القديمه؟ القديمه اكيد احلى. صب القفشه ولا الجيمات؟ صب القفشه لان انطع. السمك والربيان؟ السمك والربيان كلهم زفره وكلهم احبهم. قرص عقيلي ولا درابين؟ قرص عقيلي والدرابين مع كوب الحليب ما يتفارقون. الطبخ والله احب الطبخ من صغري، هواياتي طبعا انا فنان شعبي، احب الغناء واحب الفنون الشعبيه كلها كافتها من جميع انواع الفنون، وهم نفس الشيء الطبخ الشعبي والطبخ اللي تعلمنا من برا اللي هو الاوروبي والامريكي على جميع الدول اللي رحنا لها من قبل. بس هوايه غير هوايه الطبخ والغناء عندي الزراعه، انا مزارع شاطر، احب ازرع كل شيء بديني واحب اكل كل شيء من زرع ديني، سواء من الخضروات سواء من الشجر من الليمون. يعني حتى لما سافرت وخذيتني مكان برا في امريكا هم حطيتني بالبلكونه عندي زرعت التفاح، زرعت الخوخ، زرعت الرمان، زرعت المشمش، كله في اصيصات وكله ناجح واكلنا من الثمر منه. رمضان الله يشرفه شهر عباده، شهر صوم وصلاه، بس عشان نكون واضحين يا جماعه انا اكلمكم انتوا الحين، احنا برمضان عندنا ساعتين يمكن عباده و22 ساعه نقضيها ما بين الاكل والزيارات والسوالف والروحه والييه. فهذه طبيعه البشر سبحانه، احنا نعبد الخالق سبحانه ونتودد له في هالشهر الفضيل، بس عندنا وايد اشياء نسويها في حياتنا ما نحس ان احنا قاعد نسويها. مثل انا برمضان عندي وقت فراغ كبير، فاقوم شو اسوي؟ اشتغل فيها العطورات اللي انا اسويها، اقوم اخلط الورد مع العود مع العنبر واشوف شنو يطلع لي الناتج، اخلط المشعل اللي هو يسالوني شنو المشعل اللي هو عطر البيت عطر المنزل، شلون عرفت هالطريقه ما تمشعل؟ خذيتها من زمان وانا كنت صغير، سيرنا على بيت الشيوخ وشميت الريحه عجبتني وظليت اركب التركيبات واسال لغايه ما طلع عندي هذه المنتجات. هذه وقتي برمضان، يا اخلط الطيب يا جاب المطبخ، يعني كله خلط، هذا طبخ عطور وهذا طبخ اكل. حبايبي دائما يسالوني عن الاطياب وش اللي مفضل عندك، شو اللي تحبه وش اللي اكثر شيء تحبه. انا اكثر شيء احبه واللي سويته انا بديني اللي هو مجموعه القصر اللي هي من الورد والعود والعنبر والمسك والعنبر الازرق عنبر الحوت الطبيعي اللي يبونه، وشلون استخلصت هذه الخلطه وانا اروح من مكان لمكان واشم العطورات واشم الطيب العبق الريحه الكويتيه الاصيله اللي هي من الورد والعود والعنبر عشان تعطينا هالمنتج الجميل ونفس الوقت راقي. وما قدرت اسوي منه لان قلت لهم لازم اسوي بديني، فسويت بس 250 توله تقسمت على نص توله الى 500 حبه. بعدين بديت أسوي المعمول اللي هو البخور، هذا من زمان طبعا هوايتي، أنا خلط أطيب البخور، أخذ البخور اللي هو العود وأطيبه أحط عليه الطيب، عشان كذي سميناه عود مطيب، مو المعمول اللي هو هذا المبثوث المكسر لا. وبعدين سوينا العطورات هذه الأشكال اللي تشوفونها، هذه من المشاركة مع الله يطول لي عمره ناصر النفيسي، عطورات كانت موجودة عنده مع إضافات وكذا ونزلناهم باسمنا في البوتيكات. وهذا المشعل اللي دائما يسألوننا شنو يا سليمان شنو المشعل، الحين يسمونه ايش؟ مرش أو رشوش؟ لا هو مشعل، مشعل هذا الاسم كان موجود عندنا من قبل، نرشه على الفرش البيت وعلى الهدوم وعلى البيت اللي هو معطر جو طبيعي من مكونات طبيعية من ماي الورد ودهن الورد والرازجي وإضافات أخرى ما راح أقول لكم عليها عشان لا تسوونه. فهذه الأشياء اللي سويناها ونبيعها، هذه الأشياء اللي أنا أحبها، عسى الله يسلمكم إن شاء الله، الله يعطر أيامكم دوم بالورد والرياحي. في مسابقة اليوم أنا سولفت بهالسوالف أو عن الأطياب والعطورات كلها، سؤالي ليش سميناه عود مطيب؟ ليش سمينا هالعود الزين مطيب اللي هو صار عندي هذا الناتج؟ عطوني الجواب ولكم هدية حلوة. كل عام وانتم بألف خير وتصومون إن شاء الله مسترين الخاطر، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين.
ورمضان كريم.